روسيا تقوم بخطوة هامة انتظرها العالم منذ شهور. في خطوة هامة من روسيا انتظرها العالم منذ شهور، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي عن فتح ممرين إنسانيين لعبور البواخر الناقلة للقمح والحبوب في البحر الأسود وبحر أزوف. ونقلت وزارة الدفاع الروسية في بيان عن شويغو قوله خلال اجتماع مع كبار العسكريين الروس: إننا نباشر مجموعة من الإجراءات بهدف ضمان سلامة الملاحة في حوض البحر الأسود وبحر أزوف. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 24 فبراير الماضي تنفيذ عملية عسكرية خاصة في شرق أوكرانيا.